بين السفن وبين الاقليم بتاع قناه السويس، المفروض يسمى اقليم قناه السويس. ليه؟ لان هو بهذا الطول عندنا ممر ملاحي طويل، نقدر نعمل على هذا الممر كتير. طب ابرز المشاريع المطلوبه في هذا الممر؟ كل ما هو متعلق باصلاح واعاده تدوير السفن التي تمر، واصلاح وصيانه و و و و و مشروعات السيرفيس اللي ممكن تتعمل للناس دي، الخدمه المرتبطه بيها، مشروعات صناعيه تقيله تبقى سهل تتعمل دروباك وتطلع بره في المكان ده. زي منطقه حره، يتعمل منطقه حره على جانبي القناه. المنطقه الحره دي بتستورد الخامات فري تكساس، وبعدين بتعمل لها اعاده تصنيع وتبتدي تصدر تاني. الموضوع سهل، ما بقاش عندنا انها هتتنقل بعربيات ولا في وقت ولا في تكلفه. السفن بتيجي بتجيب الخامات، بتاخد المنتجات زي جبل علي. واحنا اوقع طبعا جبل علي حته مزنوقه جدا على فكره، حته مزنوقه جدا، احنا اوقع كتير واقوى كتير لو الموضوع مشي. لازم ياخدوا بالهم ان في منافسه بره. طبعا الصين عملت قطر بينها وبين غرب اوروبا عشان ينقل، مش دي منافسه؟ اكيد. لازم الناس اللي هنا اللي ماسكه القائمه، اخونا ست فريق مهمة ميش، انا دايما لما بحب اشتغل اجي اعمل ايه؟ اقول انا ماسك، انا بدير المكان ده، الاستوديو ده. طيب انا ايه التارجت بتاعي؟ ان انا انجحه. طيب مين المنافسين؟ ابتدي ادرسهم. يعني طب تحط الهدف وبعد كده تدرس كل الظروف المحيطه. طبعا ما في هدف، لازم يبقى في هدف. الهدف ده احط له مده، لان ما فيش هدف غير مده. طب مده زمنيه تتحقق فيها. حطينا الهدف وحطينا المده الزمنيه اللي هيتحقق فيها. طيب اللي بعده، مين المحيطين اللي هم المنافسين بتوعي؟ يعني انا القناه بتاعتي دي عشان ازود، عشان 2023 يبقى انا عندي الدخل 23 مليار بوينت كذا، هعمل ايه؟ ايه اللي المفروض اعمله؟ ابتدي احط الكلام ده على ورق، وابتدي احط اليات للتنفيذ. طيب المنافسين بتوعي بقى هم ناجحين في ايه؟ طب ايه اللي عند المنافسين دول انا اقدر اقدمه زياده؟ اختلف عنهم فيه. في ايه؟ ما هو الناس مش هتجيلي عشان هم طيب هو من ضمن اليات التنفيذ دي طبعا العنصر البشري، وده ده شيء مهم جدا. ازاي طبعا ممكن نطور العنصر البشري المصري مهنيا وفنيا عشان يتواكب مع احتياجات الاقتصاد العالمي، ويتواكب ايضا مع احتياجات مشروع اقتصادي كبير زي محور تنميه قناه السويس؟ هرجع تاني للتعليم. التعليم الاساس فعلا. خليني اقول لك، انا مره كنا بنعمل اعلان عشان عايزين مهندسين وعايزين عمال، جالي كام عامل وكم مهندس؟ جالي 300 مهندس و30 عامل. دي كارثه. طبعا كارثه. ليه؟ لان 300 مهندس اللي جايين كلهم متخرجين مع ورقه، لسه انكواليفايد، ما عندوش خبره. لكن ال30 عامل عندهم خبره. لكن المساحه ما بين 30 عامل و300 مهندس كبيره جدا. كبيره. معناها ان انا فاتح حنفيه عماله بتنقط وما بقفلهاش. في فجوه فعلا في التعليم. احنا عندنا مشكله كبيره في التعليم. انت بتخرج ناس 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 ناس، وبعدين احتياجات بقى انا احتياجاتي العملين. اكتر للفنيين، احتياجاتي اكتر للعمال المدربين المهره التعليم الفني، احتياجاتي اكتر للعماله المساعده والمعاونه. الناس دي كلها يعني كل 30 عامل يديرهم مهندس واحد، مش كل 30 مهندس يديرهم عامل. هي ده الاسقاط اللي احنا فيه، دي المصيبه اللي احنا فيها. هو طبعا كل شيء فعلا مرده في الاول وفي الاخر للتعليم. صحيح. انه احنا ازاي نطلع عنصر بشري عنده قدره على التطوير والتنميه والبناء بغض النظر عن اي معطيات اخرى، ده شيء مهم جدا. واحنا يعني حقيقي مش عايزين برضو نختم مع حضرتك، لان احنا بنستفيد جدا من كلام حضرتك معانا، بس للاسف وقتنا انتهى. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور هشام الجيار، استاذ الاداره وخبير التنميه البشريه. شكرا جزيلا يا فندم، ودايما مشرفنا. اتشكر جدا. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في هذا الصباح اخبار الاقتصاد مع احمد فؤاد. اليك احمد.